الله وبركاته حبايبنا بكل مكان. صباح الخير عليكم وجمعة مباركة على الجميع. صباح جميل مشمس، يجعل إن شاء الله نهاركم سعيد، يعطيكم الصحة والعافية، ربي يحفظكم ويرزقكم ويرضى عليكم. طبعا بلشت هنا من يم بيتي لأن هو طلبوا النوع من السماد اللي استخدمه، فهسه راح نشوف السماد وشوية حركات وبعدين وراها نروح يم الحجية ونشوف شو راح نسوي اليوم، وخليكم ويانا وعاشوا. اول شيء حبايبنا انا قلت لكم قبل شلون هناك بالعراق شلون تقصون الحشيش مالتكم. طبعا انا جبت هاي الماكينه زين اشتريتها وبيها باتريات، هي على الباتريات هاي تنحط هنا الباتري زين، وهسه اروح هناك يم امي وعندي باتري وباتري سبير همين على مود اذا ما يكفي مثلا، واشوفكم اياه هناك ان شاء الله شلون تقص. اللي سالوني على هذا البلاد ان بونز هذا اسمه زين، هذا هو شنو؟ هذا عباره هو يسووه عظم ودم مال الحيوانات يهرسوه ويطحنوه، فيصير هو اسمه بلاد ان بونز يعني عظم ودم زين يعني. فهذا هو كلش زين للزرع للثيل، كلش ممتاز للثيل وللزرع، عرفت شلون؟ فان شاء الله طبعا هاي بعدنا ما قصها، اريد اقص ذيك اول شيء ام بيت امي وبعدين ان شاء الله عد اقص مالتي هنا لانه همين شويه عاليه زين، فأقصها بعدين. طبعا هاي بيها درجات على حسب الدرجة اللي تخليها، مثلا هاي بيها 1 2 3 4 5، إذا أنعم شيء فتخليها على رقم الواحد، إذا تريدها مثلا أخشن شيء يعني تكون عالي بعد التيل شيء قد عالي مثلا تخليها على رقم 5. أنا دائما أخليها على رقم 1 أو رقم 2 زين، وأقصها على مش شنو يصير يعني ويا القاع، عرفت شلون؟ فهسه يعني راح انطلق يم امي. طبعا هاي السله مالتها اللي يفوت بيها الثيل المقصوص وبعدين تنفتح، هسه اشوفك مياه هناك شلون تنفتح ونشمر هذا الزرع. هاي شغله. الشغله الثانيه هذا سمعت يعني قبل كانوا يخلون مثلا العظم مال السمك لما ياكلون السمك يحفرون زين بالشجره، يحفرون جوا ويحطون العظم زين مال السمك يخلوه جوا يعني البقايا، فكلش زين لل هاي، بس انا ما مجربه يعني، بس انا سمعت بهاي الشغله. وسالوني هم حشاكم على شو اسمه على بالنسبه للزبل لما نطلعهن هنا شلون، هسه مثلا ذول احنا نطلعهن هنا كل اسبوع نخليهن ويجون ياخذوهن يعني يشيلوهن زين، ف يعني انه بالعراق بفلوس، هنا مو بفلوس، الى هنا مو بفلوس، انا مخلي ذن الصغار هم عمود الجهال ما يقدرون يوصلون يخلونها، فيخلوا لي اياها هنا وانا اقعد اديرها هنا بعدين زين يعني الشياس زين حبايب. فهاي دائما شو نسوي؟ لازم ننظف هذا اول شيء، انا احفر حفره اشوف هسه هنا مال الزرع هذا كله ما اريده. طبعا عندي انا مواد لان كان تمطر ذني يطلعن، فعندي اجيب شنو ماده مالته هذا يكتله زين، هذا الدغل يعني هذا يكتله كله، او انشل على شكل اخلي الجهال بالويكند زين اقول يلا تعال اشتغل وياي، فيجون فهذا انشلعه. وش نسوي؟ نسوي هاي شفتوها هسه حفره، انا حافر حفره هنا زين بهذا هذا شوف الخشب اللي هنا، وانا حافر حفره هذا اخلي بيه شنو؟ اخلي بيه السماد هذا البلاد بونز اخليه هنا. فانا طبعا حاط مرشات هنا هاي بالصيف اشغلهن، بس بالمطر يقوم هو ينزل شويه شويه، فالشجره هاي طبعا شجره لو تشوفوها جايبهم كلها صغار، هاي كانت ورقه يعني ورقه واحده بس جبتها يعني هاي كانت هالقدوتها، بس بهذا لما خليته شوف ايش كبرها صارت، هاي بخلال سنه تقريبا سنه وشويه. برتقاله ما شاء الله طلعت، هم جبتها صغيره هاي زين طلعه. هاي هنا أنا احفر حفره هالشكل زين واخلي بيها السماد تكون نظيفه مثل هاي ما بيها هذا، هذا كله هسه شلعه كله شيله كله ما اريده، هذا نظفه كله وبعدين اخلي السماد زين حبايب. هاي بالنسبه للزرع، ومثل ما قلت لكم هم شوفوا هاي مال العظم مال السمك يقولون عليه كل زين للجذور يعني هواي ناس مستعمله، انا ما مستعمله بصراحه. ليش؟ لان انا عندي هذا استعمله اشتريه واستعمله، هذا كل زين، هذا كل زين، هذا ماكو يعني يخلي الزرع يفور، هذا بلاد اند بونز زين، بلاد اند بون هذا شو اسمه العظم والدم مخبوط ومطحون بودره، عرفت شلون؟ هذا مثل باودر يعني يكون. خليني افتح هذا، طبعا ريحته كلش قويه، ريحته مقرفه يعني ما حلوه، فلما نخليه يظل يومين الحديقه ما حد يوصل لها، ليش؟ من الريحه القويه، لكن هو يشتغل يعني لازم يكون بريحه زين، لان يقوم يشتغل كلش قوي والثير يقوم شنو تشوفوه باسبوع واحد يتغير شكله يعني من اصفر الى يعني اخضر ويطول وكل شيء لوز، والشجر نفس الحاله
همين انا اشوف هاي الزيتونه كانت صغيره، لالنجية طبعا لالنجية انا شفتكم اياها قبل مطلعه ذيك هناك بيها، وشانت كلها مليانه بس خلصت. كل خلصها. المهم شوف ايش كبرى صارت، كلها كانت صغار، هاي قلت كلها صغار. زين هاي ليمونه تينه وبرتقاله طبعا ذني كلهن كانوا صغار. بهذا ما شاء الله، لا هذا يعني شغله كلش عدل، حتى الثيل كان يصوفر مرات، هاي انا قمت اخليله صار يعني صار كل زين، بس بين فتره وفتره لازم واحد يخليله زين. حبايب فهاي الماكينه كهربائيه، وهم اكتبوا لنا بالتعليقات شنو اللي تستعملون انتم. كنا بالعراق اتذكر هاي اليدويه يجينا واحد هو يسويها باليدويه، عرفت شلون؟ هسه بعد كلها بنزين وهاي، بس انا اختارت هاي الكهرباء، قلت اذا مو زينه اقعد اجيبهم من البنزين، بس والله شفتها شو زينه والباتري مالتها يطول يعني، فوصلها يعني تقريبا سنه اشتغل بيها يعني حلوه والله، ما شو اسمه ما تعبتني يعني بشيء، عرفتوا؟ قوية زينة. وهسا اشوفكم همين هناك لا واير ولا ابدية، باتري تحطها وتدوس دقمة هنا هاي العتلة الرفع، وهسا اشوفكم اياها هناك بيت امي. زين خلينا ننطلق ونروح هناك، اليوم الجو كلش طيب حلو زين، وخلينا نتوكل على الله. خليكم ويانا حبايب. الباص مال النقليات، هذا الباص قطار، هذا بكل منطقة، من كل منطقة لمنطقة ما يحتاجون سيارات، هذا يروح بكل المناطق. وصلنا يا ام الحجية. هلا حجية. هلا حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. شو هنجي؟ شو هنسوي اليوم؟ اليوم راح نسوي الحديقة، ننظف الحديقة. يا باليوم شنو فلوق هيك منوع، فخلينا نبلش هسه بالحديقة والترتيبات ويا الماكينة اللي جبتها. مبدئيا هاي عندنا الماكينة، هاي باتريات هسه راح أخليها بيها، بس أشوفكم من هنا يخلون شنو حجية، يجيبون البلدية ثلاث أسطولة. زين واحد اخضر هذا للزرع يعني حشيش زرع ما تريده تقص تقلم، هذا كل اسبوعين، مو كل اسبوعين هذا حجية؟ اي هذا كل اسبوعين همين يجون ياخذوه. زين وعندهم واحد الاخ هسه اشوفكم اياه، طبعا عندهم واحد هذا الاحمر. زين هذا الاحمر مال العادي مو؟ مال كرتون. اي مو هي بلديه البلديه تختلف من منطقه لمنطقه، هذا البلاستيك الكرتون هالشغلات هذا، وهذا العادي الاصفر مو العادي؟ ها الاحمر العادي. اي ما اقول الاصفر هو مال البلاستيك ومال الكرتون، والاحمر مال شنو مال يعني النفايات العاديه مال البيت. زين يعني فذني شو اسمه البلديه هم يجيبوهن يعني هم ياخذوهم كل اسبوع، واكو كل اسبوعين يعني. طبعا حجي احنا صورنا الحديقه اكثر من مره، فاي فهم قالوا صوروا لنا الحديقه. زين عيني، وبالنسبه لهم سالوني على هاي النخله، هاي النخله والله يا اخوان هاي هنا باستراليا ما يحملن، ما ادري شنو السالفه يعني. ما اعرف هاي السنه زين الحبايه مالتها. اي ما اعرف تقول زيتون مو شو اسمه مو تمر يعني، عرفت شلون؟ باعوا هذا العتق. زين فاي هاي ما اعرف والله يعني، هاي يمكن اراده القيح او شيء ما ادري، فهي هاي هالشكل يعني، مو النخل مالتهم يطلع تمر مثلنا ما اعرف. زين حجيه تقول فد شيء ما ادري بعد شنو حجيه؟ النخل هم يغار. يغار؟ يعني هسه احنا هنا مخلين يمه نخله مالت برحي. زين. هي اول مره هيك يصير الحب مالتها. اي ما هي مثلا صار لها 3 سنين بهذا البيت ما ولا مره حملت، مو حجيه؟ هاي اول مره. كلها الذبه هي. يعني يكون صغير كلش. يعني تقول غارت من هايه؟ يجوز. يعني الكبير يغار من الصغير؟ ايه. عجيب. انا اعرف الصغير يغار من الكبير، لا والله هو الكبير يغار من الصغير. اكو هم شجار. ايه. اول سنه يحمل. زين. ما بعدين ما اعرف عين تنظر له ما اعرف شلون ما يحمل، يجون يهددوه. اي. يخلون الفاس عليه. اي. اذا ما تحمل راح نقصه. اي يحمل. تحمل. اي بس لازم واحد يكون صادق يعني، لازم يقصها اذا ما تحمل. اي لازم يكون يعني النيه. يعني النيه لازم تكون النيه شو اسمه موجوده، عرفت شلون؟ نيه القص مال الشجره لازم تكون موجوده، يا اما ترى ما تحمل. زين هاي طبعا سبعه وانا صغير حجيه، هاي السالفه مال التهديد صدق يعني. زين حبايب فهاي هسه راح نصور الحديقه، نصور كل شيء، وانا قلت من قبل هاي شلون تعبنا بيها هاي الحديقه حجيه، 3 شهور من العمل المتواصل. زين لحد ما شدنا هذا التراب، ويعني شغل كان قوي
الحمد لله صارت زينه. المهم هسه خلي حجيه خلينا نشوف هذا الثيل. هسه لازم نشيل ذني اللايتات. انا جبتها للحجيه ذني اشتريت لها اياها ذني شو اسمها اطلاق الشمسيه بالليل اشتعلن زين. فهذا الحشيش شوفوه عالي. فهسه نشيل الصونده ونشيل ذني اللايتات بالاركان ناكه نشيلهم كلهن ونبلش نقص الحشيش. يلا توكل على الله. طبعا خلينا نشوف الباتريات مالتنا انا شاحنهن. خلينا نشوف ندوس هاي شنو كم شحنه هذا. خلينا نشوف هذا. اي هذا مشحون. اي هذا البارحه شحنته. مو دائما اقص لان تقريبا كل اسبوع انا اقص مره زين. هذا شوفوا مو مشحون. هذا لازم ارجع اخليه على الشاحنه. هذا مشحون وهذا يكفينا واحد يكفي زين. خلينا نخليه هسه بالماكينه. بسم الله. اي والله حجي عشتيتش بسم الله. هاي سلايد شاحنها. اي شاحنها هي واحده مشحونه بس ليش الثانيه ما مشحونه اللي هناك. زين هاي طبعا نخليها شو اسمه على الواحد. هسه انزلها على اقل شيء عشان شنو تقص. تمام لازم شنو لازم ازلها بيد الاثنين. خليتها على الواحد. هي لازم هيش ادفعها لي غاد بس لازم الزم بايدي من هنا والزم ادفعها شويه قوي فما اقدر اصور واسويها. المهم هاي من هنا طبعا تنفتح وينشال هذا. هسه اشوفكم ينشال نذب من عنده الحشيش. خلينا السطل هناك والامور طيبه. حجي حطت الستاند هناك على مود اخليه اثبته بس يعني خلينا نبلش هسه. طبعا هاي من هنا شنو هاي اول شيء ندوس هاي الدقمه ونرفع هاي. يعني بيها ثيل جوه فيطير. هسه هو خفيف بيها شوي يعني مو هواي. خلينا نبلش هسه نشيل ذني اللايتات. هي على الطاقة الشمسية. هي على الطاقة الشمسية ذني. خلينا نشيلها نخليها من مكان. جيبي لا مش لي يعني. زين هيك هسه حجي سوينا الترتيبات. هسه نبلش نقص. بسم الله.
سنترس السطر. شنو؟ بعد يصير بطيئة. سنترس. صور لكم اياه. هسه هاي من هنا ونشيلها. شفت؟ مليان. كله انترس. عشت ايدك والله. ويدك. غسل هذه المكنسة. اي موصل شويه يصير بطيئه فبالجز فهاي لما تنترس بعد ما اي لازم ينشر. زين حبايب هسه شنو نظفناه، هسه نرجع ناخذ هاي القطعه الاخيره ناخذها قشه سريعه نشوف شو يطلع منها بعد. وهسه شنو عيني هسه تقريبا خلصت. شلون هيك صارت؟ شلون صارت هسه؟ كلها هذا وقع من عندها. نشوف شو يطلع منها بعد. اي مو انت رسيت نصها تقريبا. بس اكو جو. اي ها في جو بعد؟ اي كن لازم تنظف كلها. زين. اي فشوف عملية يعني مو بنزين ودخان او يدوية هم تطول وما يكون بيها. هاي مرات كنا بالعراق يسوي ظل الحشيش القديم نفس المكان لازم نجي نشيله. هاي لا حلوة صير بيه. وزين هاي الباتر واحد كفى. زين الباتر واحد كفى. انا ذاك احتياط اشحنه حاط هيك كفي. هاي بس هاي كل زياده الشغل مالته. هذا الشغل حبايب. شوفوا كل الزينه. طبعا هاي مال الحواف عندي وحده تسوي الحواف بيها. هاي الحواف شوف هسه انا طالع هذا الحواف كله هذا كله احدده هم عندي وحده زينه اسويها بيها. شوفوا هسه الثيه كل زين. شوف ما تقدر ما تقدر ما تقدر لازم تشتغل. جيع عوفية عوفية ما تقدر. زين يعني شوف الزرع اول حاجه شنو الزرع هناك ها اكو زرع هواي هناك هسه نروح نشوفه. زين يعني شوفوا شلون قص هسه تمام. قلت لكم هاي مال الحواف هم عندي وحده زين هم اسوي بها الحواف. زين فعندي هاي اللي هي مال الحواف بس شنو الراد لها انا اقول لكم احط لها حبل لان انقطع اخر مره وما بيها بنزين. ان شاء الله هاي بعدين عم تهم لا يطول الفيديو ان شاء الله اخلي بيها بنزين هم اصورها مره الاخرى لان عم ما اشغلها لازم اخلي بيها دهن زين وحبل هنا على مود تقص الحواف عرفتوا. بس اليوم انا ما عندي بنزين فهاي على المره الجايه. بس هي هاي كلش هم كل زين بس هاي على البنزين. هاي اكو من عندهم على الباتري بس انا ما عندي عندي بس هاي على الباتري عندي هاي على البنزين. زين جبت برتقاله. زين تكون الدنيا شويه بارده يشتغل واحد بالحديقة ففعلا التعب يعني يرد شوية مجهود يعني متعلمين عليها. بس شنو قلت خلي بدام هيجي خلي اخذ قسطة من الراحة. عجية زين ناكل برتقال. عجية جابت لي معون وسكينة. لا انت براحتك مثل ما تريد. اي ما انا احب هيجي وهاي قاعد اشتغل بالحديقة اجيب هواي اكل برتقال. استريحي خليها هناك معون. يا الله. طبعا اكو سؤال بس احنا نكمل الحديقه بس اكو سؤال شنو البيت هذا هو ينسالنا البيت ملك لو ايجار؟ والله هو لا ملك ولا ايجار. حجيه؟ هذا بالاقساط على 30 سنه. زين كنا قاعدين بالايجار قبل
بس الايجار صعب. ليش؟ لان يسووا له يعني يجون تفتيش كل شهرين ثلاثة شهور، يعني اذا حائط مشخوط لازم شنو تصبغ الحائط، اذا تثيل شويه بي صفار. انا هي هاي خلتنا يعني ناخذ بيت بالاقساط، لان مره كان عندنا تثيل بشويه صفار، كنت اسبوع يعني اشتغل بعيد، فشويه صفر الثيل، فشافه منو ابو البيت بالصدفه، يعني ابو البيت ما اعرفه، احنا من المكتب ياجرون هنا، ماكو يعني تاجر من ابو البيت، نعم مكتب ولازم تقدم وانت وعوائل هوايه ومن العائله الاحسن يطوها البيت. المهم فكان اسبوع ما سقينا الثيل، ماكو احد بالبيت، فشويه صفر، فدزول رساله قالوا يابا عندك 10 ايام تخلي البيت. ايه 10 ايام عندك لازم تخلي البيت، وين تروح؟ يعني هنا مو سهله تحصل ايجار، خاصه اذا عندك عائله او شيء. فاتصلت فيهم قلت لهم يابا انا صار لي 5 سنين قاعد وياكم، يعني ما فد يوم صار عندي مشكله، دائما انت تجون كل 3 شهور تجون مره تشيكون الامور طيبه، يعني ليش هالمره؟ قالوا ها لا مو ابو البيت، مر من يم البيت ولقى الثيل اصفر. قلت لهم ايش عليكم انتم؟ هذا مو الوقت مال التفتيش، انتم بالوقت اهم شيء عندكم بالتفتيش، لما تجون ما تلاقوا اصفر، هو هذا المهم. فالان كنت بعيد بشغل يعني. وبعدين هاي شنو هاي وراها باسبوع يعني هذا الحكي، قلت لهم هسه تعالوا شوفوا جوي مثل ما شفتكم بدايه الفيديو، هذا بلاد بونز هذا الجسمه السماد، كنت راش عليها وساقيها يومين ثلاثة اسقي بيها يعني الصبح وبالليل كل يعني مرتين باليوم، ورجع اخضر وحلو ونقص وطلع تمام. جو شافه قالوا ها شنو شو رجع؟ قلت لهم ايه كنت مسافر يعني ما كنت موجود بالمكان يعني. فمن ورا هيك قلنا ناخذ بيت بالاقساط احسن، على 30 سنه صح، والايجار هنا غالي هم يعني تدفع انت اقساط نفس الايجار، بس بعد 30 سنه يصير بيتك محجيه، يعني احسن ما تضلك مستاجر عند العالم. واحنا اهم شيء هي بالايجار شنو؟ يعني هو الايجار احسن بشغله واحده، يعني اذا جارك مو زين شيء تقدر تشيل، بس اذا تاخذ بيت بالاقساط بعد صعبه، يعني تكون انت مطلوب للبنك، يعني صعبه تشيل المكان الثاني، لازم تختار منطقه زينه ولازم تعرف الجوارين، يعني ما هي بالحظ. والله شو قعدنا يعني بهاي المنطقه زينين الجوار احسن، بس هي المنطقه هاي زينه الحمد لله. فهاي بالايجار اول شيء ينطوك 6 شهور، وبعدين اذا شافوك زين ينطوك يعني ايجار سنه، يعني ياجروا لك سنه ماكو مشكله. زين بس انت باول 6 شهور اذا شفت الجيران مو زين تقدر تشيل عادي، بس لما تشتري يعني بالاقساط صعب تشيل بعد ما بيها مجال، فضلك بس شنو ترتاح بعد ماكو حيدق بابك مو؟ صح لا حيدق بابك ولا شيء بعد، يعني تضل انت تدفع بس شنو اقساط 30 سنه تدفع لحد ما شو اسمه يعني لحد ما يخلص البيت بالاقساط، يعني هو نفس الايجار يعني تقريبا نفس الدفع. احنا زرعنا باقلات ذاك البيت باقلة، قالوا هذا يعني هذا وسخ شيلوه ذبوه ما خلونا اي بسمار نريد ندقه نخلينا فصورا نخلينا ساعة ماكو ساعة رابطينها على البردة اي ما اي بسمار ممنوع لازم تاخذ موافقة منهم وما يوافقون دائما نقول لهم نريد مثلا نعلق بداية قرانية نعلق فد ساعة شيء ما يقبل دق مسمار من الحائط هاي مصيبه. بس لما تاخذ بيت حتى لو بالاقساط زين يعتبر هو ملكك، لكن شنو بالاقساط يعني 30 سنه مو مشكله، لكن هو ملكك يعني البيت كل الاحوال مو صحيح؟ يعني تدق بيه تسوي شيء تكسر تعمر تسوي ما حدا له علاقه بيك. هاي شنو؟ يوم التفتيش من الساعه 8 لازم الساعه 2 احنا قاعدين ننتظر بيهم. اي ما يقول لك بيا ساعه يجون، يعني ينطق 6 ساعات من 8 لـ 2 من 9 لـ 3 يعني من 12 الظهر لـ 6 العصر لازم يعني يشوفون يعني البيت كله غرف النوم اي شيء بالبيت يشوفوه كل شيء يشوفوه 6 ساعات لازم انت تكون متواجد. وبعدين شنو اذا انت مو بالبيت وما عندهم مفتاح يجون يفتحون يطبون لهم حق يعني. زين حبايب هاي بالنسبه للشنو للبيت ملك له ايجار. والسؤال الثاني شنو؟ من يساعد الحجيه بالبيت؟ الحجية ما تحب احد يساعدها صدق يعني مو شغل. بس منو ساكن وياها بالبيت؟ هي عايشة وحدها. محمود انت شلون تخلي الحجية وحدها ساكنة وانت تحبها؟ حجية؟ احنا كنا قبل بالامارات كنا ساكنين سوية. اول ما تزوجت يعني كنا ساكنين سوية. بس لما جينا هنا لما تأجر بيت اصلا مو كنا قاعدين ايجار، لما تأجر بيت لازم العدد يعني عدد كم واحد يعني مثلا تروح تقول لهم احنا 7 ما يأجروا لك. فلازم كل عائله تاجر وحدها. فالمهم الحجيه هي والحجي الله يخليه ساكن وياها واخويا الاكبر من عندي ما متزوجها مساكن وياها. زين عمود شنو؟ هذا السؤال هواي سالنا عليه يعني. وانا مجاوبه مجاوبه بالفيديوهات القديمه والله شوفوا روح شوفوا الفيديوهات القديمه ما ادري باي واحد بس مجاوبه يعني هذا هم سالنا قبل يعني. فيجون متابعين جدد فالمتابعين القدامى يعرفون بس المتابعين جدد ما يعرفون. زين؟
فاي الحجي الله يحفظه واخويا الاكبر من عدي ساكنين ويا الحجيه بالبيت زين حبايب، وانا ساكن انا قريب عليهم يعني بكل الاحوال، لكن هم يعني ساكنين وحدهم وانا ساكن وحدي انا وجهادي يعني. خوش برتقال بالعافيه. ترى انا قاعد اتصرف طبيعيه يعني لا حد يزعل، يقولك محمود قاعد ياكل واحنا نباوع، هي برتقاله يعني ما قاعد اكل قص زين مو زين تذوق؟ اي والله قاعد اذوق اليوم. شنو اليوم شنو ناشفه؟ اي الحجيه قالت لي هاي يما الحشيش طول البارحه وقت البارحه، قالت لي الحشيش طول. قلت اي والله يعني انا مقصر، وانا حديقتي هم مسويها. جيت اليوم قلت خليني اسوي الحديقه مال الحجيه وبعدين اسوي الحديقه مالتي مو مشكله. زين بس اهم شيء ما عندكم لا حد يزعل بالطريقه مالتي، ترى انا الشاقه واضحك ويعني يعني اعتبر نفسنا عائله، انا اللي احكي ويا امي احكي وياكم والله، هو هذا نفس الشقة هذا احكي ويا امي احكي وياكم. يا حبايب بس شو حنسوي؟ هسه انا هيك خلصنا عرفتوا؟ فعن قمنا اخذنا هيك فره سريعه بالحديقه نشوف شنو الزرع اللي هناك، لانكم متابعين جدد ما شافوا الفيديوهات القديمه احنا مصورنا الحديقه عرفتوا؟ فان شاء الله انا عندي صور مال الحديقه هاي لمن قبل ما نسويها، بس اريد القاها انا يعني حاطها بمكان، بس اريد القاها راح اخليكم اياها ان شاء الله، احتمال مو بهذا الفيديو فيديوهات الجايه يعني، اخليكم اياها قبل وبعد، تشوفوا شلون مراحل اللي سويناها بها، هذا التراب كان هيك لينا وياها. فشوف هذا كله انشال والله ثلاث اشهر يعني شغل متواصل لحد ما خلصنا وسوينا هذا الطابوق، هذا كله سوينا. زين حبايب؟ فخلينا هسه نروح ناخذنا فريج على الزرع اللي هناك وما يكون خاطركم الا طيب. ان شاء الله. عشان ايش حتجيها على البرتقال؟ اي مو انت خليها استنى. يلا خليها. طيب الزرعات مال الحجيه ذن متسلق مو حجيه؟ ايوه هاي قذيفه. اي قذيفه يابا. قذيفه لو قذيفه؟ قذيفه. قذيفه. زين خلينا نشوف هنا أنا شنو الترتيبات. حجيه بكل مكان عندي زرع، انا شفت هناك اسطوله اكو لي ورا وكن هنا همين. هذا شنو؟ هذا شبنت؟ هذا شبنت. اي. هذا ريحان. لا مو هذا باقله. باقله والله ايش بالريحان كبار. غشيم انا غشيم عمي قوه هنا ريحان. هذا الريحان هي هو من ريحه مبين خلص وقته هي. هو شت صيفي هو. نعم هذا شنو؟ هذا زعتر. 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 هذا زعتر. هذا هو الباقله مو هذا؟ ايه باقله هو زرع هذا جيه. زعتر نوعيه ثانيه. زعتر نوعيه ثانيه. زين خلينا نشوف هنا ترتيبات شنو؟ دين شنو؟ هنا رشاد. هذا رشاد يابا. ايه. وهذا قرقير. ايه. جرجير. جرجير. زين وهذا كله باجله مو؟ ايه. وهذا هنا نعنع. نعنع. هذا مبين النعنع. النعنع مبين. هذا باجله. هذا رشاد. وهذا قرقير هسه دا يطلع. هذا اي. جرجير يابا. زين هذا شنو بصل هذا؟ كراث ثوم. زين لا ثوم هاي الطيارة نشوف الطيارة المطار هنا مو بعيد قريب. زين هذا كله باقي له. هذا هم ثوم. هذا ثوم اي. هاي باذنجان. هاي باذنجان هاي يعني اي موسم باقي له حجي هواي تزرع باقي له. انا اقول لكم موسم اي موسم اللوبيا هواي تزرع لوبيا هو شتوي. اي باذنجان تزرع باذنجان. زين هذا كله باقي له. هذا كله باقي له. اي ما احنا ذاك اعتقد ذيك المره ما صورنا ها هنا ثوم هذا. اي هنا رشاد. وهنا انا رشاد يا اي ذيك المره لما صورنا كان الباقي له منتهي الموسم مالته اتذكر مو قبل لما صورناه كان منتهي الموسم مالته كنت زارع لوبيا. اي فهالمره رجع الموسم مالته رجعت حجيه زرعت نفس الشيء. زين يعني شوف القرفس. وين القرفس؟ نشوف القرفس. الجو طيب اليوم. زين ثير زين صار هسه. هاي المرجوحة يقولون حجية بالشتاء لا تخلوها هنا، هل هي ضد المطر ترى هاي؟ هي مال المطر يعني. هي هاي مال المطر عرفتوا؟ هنا مسويها هاي للمطر يعني هاي تتخلى هنا ما نخليها. هناك ماكو مكان هو اصلا مخلين قاعدة هناك. فما تضبط تتخلى تسد المكان كله المرجوحة. فهنا هي مكانها الصحيح وهي ضد المطر هاي كلها ما عليها شيء. هاي الكرفس.
هاي هنا نجيب كرفسة. ايه. هاي الطويلة شوفناهم إياها. ايه. هاي مالتها من جوا. ايه. نزرعها وتطلع. شوف. هاي هنا أنا وهاي وهاي وهاي. ذيك اللي بالأخير. واللي بالأخير هذا كله كرفس. وذن البرحيات بعد أن تذكر لما صورنا قبل قلنا لكم ظلنا يمكن سنة بالتشياسة وبعدين إن شاء الله يدخلن بأماكنهن. فبعدهن يعني هنا تزقين الحجية دائما. والحج همين الله يحفظه هو دائما يزقي يساعدنا هواي الحجي بالمسواق ما يقصر. اسميه جند المجهول عن الحجي لان دائما يساعدنا خطيه حتى لما نصور نص التلفزيون هو رجال يعني يصلي ويقرا قران ونهل الله زين. فهاي حبايب الترتيبات مال الحديقه. هاي هناك سنادين هم صورناها قبل بس هاي للمتابعين الجدد يقولون يعني حديقتكم بينها حلوه فصورها. فانا ان شاء الله القى الصور قبل شلون كانت الحديقه. هاي طبعا كلها ما كانت هيك كلها احنا سويناها. هذا الخشب قلت لكم قبل هذا يحفظ المي انا جبته يعني زين. اجرت عربانه كبيره وجبته وفرشناه هنا انا واخويا زين حبايب هنا أنا. وهذا برا بس بعدين لا ترتب هسه بهالطريقه هاي زين. باقي بس ان شاء الله سقف اصبغه يصير حلو ان شاء الله. هو بالصيف افضل شيء فان شاء الله هسه شتاء فان شاء الله بالصيف الصيف الجاي. اي هاي شنو هاي؟ هاي بابايا. بابايا كفاية ما شاء الله النحل استنشق من الورد. شوف صاير هنا برتقالي ووردي واصفر وابيض. حلوة هاي الورد ملونة. اي حبايبنا الحديقة بعد ما خلصناها هسه هيجي وان شاء الله ذيك اللي يسموها برسنبر اللي هي تسوي الحواف ما عندي لانه ما متذكرها فلازم اجيب لها بنزين واجيب لها لان هي تخبط بنزين ودهن يتخلى وياها زين عيني. وبعدين ان شاء الله اعود اسوي لها الحجية واذا تحبون تشوفوها همين اصوركم اياها ماكو مشكلة يعني بس هي المهم انه الحشيش نقص يعني الحواف هاي مو مشكلة سهلة. وبهيج حبايبنا وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله استمتعتوا ويانا. اهم شيء الحجية استمتعت اليوم. اي والله النظافة حلوة بارك الله فيك ما تقصر. تمرين امر حجية شلي غيرك يعني حبايبنا الحجية هواي تدعي لكم وانا هم ادعي لكم وانتم اهم شيء همين تدعوا لنا وخليها تصير شنو دعاء متبادل على مود رب العالمين يوفقنا جميعا يعطيكم الصحة والعافية ربي يحفظكم يرزقكم ويرضى عليكم من سابع سماء ان شاء الله يا رب العالمين. جمعة مباركة عليكم. شنو حجية؟ جمعة مباركة وسعيدة وفرح وسرور عليهم كليتهم إن شاء الله المتابعين. آمين يا رب العالمين ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق أمي الحجية وأنا ابنها محمود من أستراليا وفي أمان الله. السلام عليكم. مع السلامة.